في ذكرى احتفالات نصر اكتوبر حبينا اننا نبدا كلامنا النهارده عن سيناء ومشروعات التنميه اللي اتعملت هناك. خلال العشر سنين اللي فاتت الحكومه عملت مجهود كبير جدا في مشروعات تنميه سيناء، مشروعات زراعيه ومشروعات صناعيه وكمان مساكن وطرق وحاجات كتير. وكان اخر المشروعات دي تشغيل قطر السكه الحديد لسيناء بعد توقف يعني خلينا نقول حوالي 50 سنه، وده طبعا لخدمة أهالينا في سيناء وكمان لزيادة الاستثمارات اللي هتتعمل هناك. دلوقتي هنعرف حجم استثمارات الحكومة في سيناء ايه الفترة اللي فاتت وايه هي المشروعات اللي اتعملت هناك. معانا على التليفون الدكتور سيف الدين فرج، أستاذ الاقتصاد العمراني. مساء الخير يا فندم. مساء الخير. كلمنا عن المشروعات يا فندم اللي اتعملت في تعمير سيناء العشر سنين اللي فاتت. هو احنا لما بنتكلم على سيناء لازم نبدأ دايما بمشروعات البنية الأساسية وهي البنية التحتية، اللي هي الكباري والطرق، الصرف الصحي، الكهرباء، المياه الصالحة للشرب، الغاز، لأن هي دي الوسائل الأولية للتنمية العمرانية. مش هقدر أجذب سكان ولا أقدر أعمل صناعات ولا زراعة ولا أي نشاط غير لما يبقى عندي شبكة تحتية قوية تقدر بعد كده الصناعات أو الزراعة أو أي نشاط اقتصادي يقدر يشتغل عليها. صحيح. البنية التحتية تمت في العشر سنين اللي فاتوا دول، تم إنشاء طرق بأطوال تبلغ 2400 كيلو متر. وده رقم كبير على مستوى العالم طبعا، كبير قوي في الفترة الوجيزة دي 2400 كيلو متر. وبرضو الأدفاق اللي تمت أسفل قناة السويس علشان نربط سيناء بمدن القناة، في 5 أنفاق أسفل قناة السويس ربطوا سيناء بالقناة. صحيح. بالإضافة لأن أصلا عندنا نفق الشهيد أحمد حمدي. دي جزئية. تاني حاجة كمان، نتم تطوير ورفع كفاءة 6 مواني بسيناء، ده في مجال البنية التحتية. ما ننساش برضو احنا بنتكلم على التنمية العمرانية ان مدينة بورسعيد قريبة قوي لسيناء، ومن ثم في ان مشروع تنمية منطقة شرق بورسعيد كان له تأثير جامد قوي وتأثير ايجابي على البنية التحتية في سيناء، لان انا بربط منطقتين ببعض. يعني احنا عارفين طبعا ان بورسعيد والاسماعيلية والسويس هما ظهير قريب قوي لسيناء، علشان كده التنمية اللي حصلت في شرق بورسعيد كان ليها انعكاس على سيناء. وبالتالي تم عمل أرصفة للميناء البحري في سيناء. الأرصفة دي كلفت لوحدها 6.5 مليار جنيه. نتيجة ده حركة البضائع بمنطقة شرق بورسعيد زادت بنسبة 17%، من 27 مليون طن في 2018 وصلت ل 31.5 مليون طن في 2019، وأيضا بتزيد كل سنة عن السنة اللي بعديها. برضو احنا بنتكلم ما ننساش ان في كباري عائمة في سيناء ومدن القناة. الأول حاجة بتنقل السكان من مكان لمكان، البشر بتخدم على أهالي سيناء، الأهالي والبضائع والمنتجات، كل ده ما ينفعش أنقل المنتج. أنا النهاردة بعمل استصلاح زراعي، يبقى عندي منتجات بتخلق فرص عمل مش لأهالي سيناء بس، لأهالي سيناء وبتجذب كمان باقي أهالي مصر كلهم. استثمارات يعني من كل حتة في مصر. الشباب بتاعنا محتاج ينقل فعلا لمنطقة سيناء، يعني في مشاريع زراعية، في مشاريع صناعية، في مشاريع سمكية هناك. دي نقطة. كمان في نقطة وهي دي مهمة قوي، اللي هي المناجم. في مناجم في سيناء، وفي رخام، أماكن لمصانع الرخام. صحيح. في سيناء كل بيخلق فرص عمل، كل ده بيحقق قيمة مضافة للاقتصاد القومي. الطفرة اللي حصلت في الغاز الطبيعي، سيناء فيها غاز طبيعي أيضا، في تنمية حقل غاز ظهر بتكلفة 15.6 مليار دولار. قبل عشر سنين ده ما كانش موجود. قبل عشر سنين ما كانش فيه وسيلة. صحيح. من
من مدن القناة ومن القاهرة إلى سيناء. أيضا قطاع الصناعة، قطاع الصناعة حجم الاستثمارات اللي تم في الصناعة في الوقت في العشر سنين الأخيرة، حجم الاستثمارات 73 مليار جنيه في سنة 2022 لسنة 2023 في سنة واحدة، لما نقارنها باللي حصل في 2013 و2014 كان 4.8. أنا بتكلم في 73 مليار كان في 2013 و2014 4.8 مليار. الدكتور سيف الدين فرج، أستاذ الاقتصاد العمراني، بشكر حضرتك شكرا جزيلا يا فندم.